الوداد. يعني الرجاء او الزمالك، يعني اعتقد انه مواجهة الزمالك هتكون اسهل. مواجهة الزمالك انا هتكون شايف ان اسهل. المباريات شمال افريقيا بتكون نفسيا صعبة جدا، ايوه الشحن المعنوي كبير جدا عندهم، هم كمان بيدوروا على بطولة هتفرق كتير معاهم بالتأكيد. اعتقد ان مواجهة الزمالك هتكون اسهل يعني. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي طبعا في لقاء القمة وفي بطولة أفريقيا، ويكون الفوز إن شاء الله من نصيبه ويسعد جماهيره في كل مكان، زي ما كابتن أشرف ممدوح أسعدنا بوجوده